في الحلقة السابقة أتعرف رأيي من السماء وقتل الأرض الكبيرة. صباح الخير يا شباب. طبعا يا شباب أنا القروي الفقير قروي جديد وأخيرا صرت أشتغل بالقرية. طبعا يا شباب اليوم عندي أول وظيفة إلي كقروي واللي هي واللي هي أسقي المزرعة. وخير يا قروي هذا شغلي كيف أصعد يا اللي صمم هاي المزرعة قال يشوف لنا حد نصعد منه. قلطتي يا شباب قلطتي. شوفوا يا شباب مهمتي انه اخذ كل ذن. ابتعد يا قروي. يا شباب اخيرا وصلت لهاي القرية. سمعت اخبار انه الرئيس القديم قد هرب الى هاي القرية راح ابدي ادمر بيها. بس اول شي لازم اروح القائدهم. بس انا ما اعرف من هو قائدهم. لهذا السبب راح ادمر القرية كلها. يا شباب قبل شوية اجانا فضائي راح يدمر كل شيء بس راح للزعيم مالنا القروي الرئيس خطفه وهرب ما اعرف وين راح. اتوقع يريد يدمر القرية. طبعا يا شباب انا ما راح اقاتل هذا الفضائي لان هو كلش قوي لان قدر يدمر نصف المدينة. يلا يا شباب انا اشرح اسوي بهذا الوقت انه انا راح اروح اختبئ عند بيت النجار هو قريب على بيتي لهذا السبب انا راح اختبئ عنده. راح تقولوا لي شلون راح يقتلك؟ لا بيت النجار عنده اوبسيديان او بيدروك ما اتوقع عنده بيدروك. المهم يا شباب هل وصلنا للدرب؟ تيك وصلنا هذا هو. اول شي يا شباب اروح اخذ لنفسي اكل وانام. اذا قدرت انام انام واذا ما قدرت انام اخذ الاكل واهرب. يوم شوف يا شباب القروين يحاولون يسرقوني. قفاص. اقول ليش الناس ما حد يشتري منكم؟ اقول ليش انتم بعدكم قروين فقراء؟ طبعا يا شباب اللي ما يعرفونه انا هو الرئيس بس هربت. طبعا يا شباب راح تقولوا لي تجد جبان. لا شباب انا مو جبان هذا اسمه استسلام. لا ما راح افتبئ قدام الشباب. نشيل هاي الشمعة نشيل هذا. وهالصراحة انتظر المفروض هذا الفضائي. قررت يا شباب اني ادمر هاي القرية كلها بالتي ان تي لان سمكتي اكلتها كلها. كنت جوعان وانا ادور على رئيس مال هاي الدولة واسرع ابدي تدمير بهاي القرية. طبعا يا شباب للي ما يعرف انا احب ادمر الشغلات. طبعا يا شباب للي يريد يشوف نفسي انا ادمر هاي القرية يروح يتابعني على الانستغرام يلقى الحساب بالوصف واشتركوا بقناتي. انا طبعا الفضائي عندي قناة على اليوتيوب. يلا يا شباب اشتركوا بيها ويلا ندمر كل شيء وبس يا شباب. وبس اللي يريد يشوف التصوير روح على قناة اليوتيوب. ما دمر كل شيء. تدمير. آخر قروي موت. انتهى. تخرج مني. ويبقى. بي سوفت. نعم.
يلا واحد اثنين ثلاثة. اوه يا شباب ويا بنات، اني شنو سويت؟ والله اني شخص سيء وحيوان وكلب. اني اسف على هاي الكلمات المو حلوة، بس اني خليت هاي جراني الشريرة تخطف هاي البنت المسكينة. والله حرام علي شباب بنات، لازم اروح انقذها. بس اوه لحظة، اوه اني شفت البنية موجودة والله العظيم. لحظة يا ربي موجودة، اي هاي موجودة. السلام عليكم، شلونك عمو؟ منو انت؟ انت شرير مو؟ لا لا لا، عندي كلام مهم وياك. خلي اتكلم وياك. ايش تريد تطلع من بيتي؟ اسمعيني، انت تعرفين هاي جراني اللي سوت هاي الجزيرة الشريرة او الكوكب؟ اوه عرفها، هاي اليوم جراني راح تجي ونروح اني وياها ونشوف الجزيرة هاي. لا 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 لا، لا ترحين هاي الجزيرة او الكوكب، جراني تريد تخطفك وتقتلك. اني حذرتك. بس ليش تسوي معاي جراني هيك؟ انا شنو سويت؟ ما اعرف، اني جراني هي شريره وتحب تقتل الاطفال. اني حذرتك، بس اذا تردين اني اسوي لك كوكب وردي مال بنات يعجبك واحسن من هذا الكوكب الفاشل. اوه شكرا لك عمو، والله اني سعيده كلش لين راح تساعدني. يلا يلا مو مشكله، انتي بقي هنا وانا هسه اجي. خلي اجيب الاغراض يا شباب ويا بنات. اوكي، واخيرا هسه انا الحمد لله والشكر مرتاح، لان ما تسببت بموت هاي البنية، لان شباب بنات حرام علي اذا اخدعها. يلا خلي اروح اساعدها واسوي لها كوكب. شنو هذا الصوت؟ شنو هذا الصوت؟ اوه صوت ماي، هلا قول. اوكي طبعا حرام علي اني اخدعها وخلي جراني تخطفها. يلا يلا خلي اروح للمكان هذا. طبعا هذا مو مسجد، لا هاي يسمونها كنيسة يا شباب ويا بنات. اوكي هذا السرير خلي اجيب لي واحد. اوكي ونجيب الاغراض اللي موجودة بالصندوق. يلا يلا مو مشكلة. اوكي كلها راح نجيب. والله اني سعيد اليوم. اوكي خلينا نطلع من هنا. اوه شنو هاي الجزيرة مال الانتقراني الفاشلة؟ خلينا نخربها شباب بنات. اقراني فاشلة، جراني الفاشلة. اوكي خربتها، لان جراني شخص شرير. شباب بنات اذا تردوني اساعد هاي البنية المسكينة واسوي لها كوكب وردي مال بنات، هسه لازم كلكم تضغطون لايك وتشتركون بالقناة وتفعلون جرس الاشعارات. يلا خلي نسوي لها كوكب. وين البنية؟ هاي البنية، هلا والله عمو. السلام عليكم عمو، جبت الاغراض راح اسوي لي جزيرة او كوكب. اوكي اوه شكرا عمو شكرا. اوكي يلا خلينا نسوي لك الكوكب. نانا وردي بلون بنفسجي على وردي، يعني نفس اللون تقريبا. يلا واحد، انت بقي هنا لا تطيحين. شكرا لك عمو، بس المشكله